والله العظيم انا عمري ما هعمل زيه كده ابدا ابدا. لا لا سيبك منه، ده تافه، ده الموضوع مختلف يعني. ربنا يخليك يا زوزو، طمنتيني. الله يخليك يا مصطفى. تعالي يا هبه. هبه تعالي يا ماما. ازيك يا هبه؟ بس كده بس. انا عارف ان انا غلطان يا هبه، بس مش معنى كده انك ما ترديش عليا السلام حتى. سامحيني ارجوكي، حقك عليا. بصي شوفي انا جبتلك ايه. انا جبتلك الهديه دي ليه؟ يا رب يعجبك ذوقي. قوليلي ايه رايك؟ رجع هديتك يا مصطفى. اصل اللي حصل مع احمد ده انت عارف احنا عاملينه زي نمره كده، واخد بالك، عشان يتلم ويتربى. قهوه جدا واخطاءه كتير قوي، بس تغتفر، يتسامح عليها يعني. الدور الباقي بقى على اللي اخطاؤه لا تغتفر. شوف يا ابني، احنا زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. طلق هبه. طلق هبه يعني ايه؟ ازاي يعني؟ ايه يا خالد؟ الموضوع بيأفور قوي، ما تقول حاجه. طب بص يا ماما، انا شايف ان احنا ممكن بس بالراحه كده نقعد ونتناقش. لا 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 لا، مش بالبساطه دي خالص يا خالد. لا، اصل هو ما غلطش في مراته بس، هو غلط فينا كلنا، وبدل المره اتنين وتلاته ومتعمدا. يا ابني انا ربيت ولادي على حاجات كتير قوي، لكن اهم حاجه فيهم الكرامه، وعلمتهم ان الكرامه ملهاش علاقه بالمال والغنى والفقر، دي كلها اعراض زائله، انما لو الكرامه راحت مره ما بترجعش تاني. يا طنط، كرامه هبه من كرامتي؟ وانا جاي ومعترف ان انا غلطان وبعتذر، ده مش كفايه؟ لا مش كفايه. على العموم البيت ده هيفضل بيت جده ولادك، انت مرحب بيك في اي وقت، والتفاصيل التانية هنبقى نتفاهم عليها أكيد. كل المطلوب منك إنك تدفع مصاريف ولادك، أما بنتي طول ما هي تحت سقف بيتي أنا متكفلة بمصاريف. لا معلش يا ماما، لو مش عايز كمان تصرف على ولادي أنا ما عنديش مانع، أنا هشتغل واصرف على ولادي، مش عايزة حاجة من حد. ممكن بس تهدوا شوية بعد إذنكم؟ هبة إحنا لازم نتكلم مع بعض. أنا ما عنديش حاجة أقولها غير اللي ماما قالته، ده كلام نهائي. ماشي هبة، أنا مش هضغط عليكي أكتر من كده، وهسيبك لحد ما ترتاحي، بس ممكن اشوف بنتي على الاقل قبل ما امشي؟ عايز اعتذر لها. اه لا ممكن، اتفضل اتفضل اتفضل، خد هديتك معاك يا مصطفى.